بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 154. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشك في الطلاق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشك هو التردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر، خلاف اليقين. والشك في الطلاق هو الشك إما في وقوعه هل طلق أو لا، وإما أن يكون الشك في عدده، يعني تيقن أنه مطلق لكن شك في العدد هل هو واحد أو أكثر. وقد يكون الشك في المطلقة إذا كان عنده عدة زوجات وطلق وشك أي النساء طلقها. الشك في الطلاق لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة: إما يكون شكا في وقوعه أو عدم وقوعه، وإما يكون شكا في عدده، وإما يكون شكا في المطلق في عين المطلقة من أي زوجاته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: من شك في طلاق أو شرطه لم يلزم. هذا إذا شك في وقوع الطلاق هل طلق أو لا، فإنه لا يلزمه، لأن الأصل عدمه، والأصل بقاء العصمة. أو شك في حصول شرطه، هو تيقن أنه مطلق لكن معلقه على شرط، فشك هل حصل الشرط أو لم يحصل. كما لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، وشك هل حصل منها الدخول أو لم يحصل، فإنها لا تطلق بذلك، لأن الأصل العصمة وبقاء النكاح. نعم. وإن شك في عدده فطلقه. هذا النوع الثاني إذا تيقن أنه طلق ولكنه شك في العدد هل هو طلقة أو أكثر من طلقة، فإنه يجعل طلقة لأنها المتيقنة، وما زاد مشكوك فيه فلا يعتبر الشك، لأن الأصل عدمه. نعم. وتباح له زوجته في الأحوال هذه. نعم. فإذا قال لامرأتيه: إحداكما طالق، هذا الشك في المطلقة. نعم. طلقت المنوية. إذا قال لزوجتيه: إحداكما طالق، فمن التي تطلق؟ المنوية. إذا نوى إحداهما طلقت بالنية، لأنه أدرى بما نوى. نعم. وإلا من قرعت. فإذا قال: والله أنا ما نويت واحدة، ما أدري، أو نسيت أيهن اللي نمطلق، فماذا نعمل؟ هم تيقن وقوع الطلاق على إحدى زوجتيه. نعم. ولم يعلم عينها، نسي أو ما نوى واحدة بعينها، فلا بد من القرعة، وذلك بأن يعمل الاستهام، فمن خرجت عليها القرعة فإنها تطلق، وذلك بأن يكتب اسم المرأتين في رقاع، ثم توضع الرقاع في كيس ثم يدخل يده ويخرج إحدى الرقاع، فمن خرجت الرقعة التي عليها اسمها طلقت. نعم.
قوله شيخ وإلا من قرعت كذا يعني أجريت القرعة، من وقعت عليها القرعة يقال قرعت كذا؟ أي نعم قرعت، نعم يعني أجريت عليها القرعة فأصابتها. والقرعة لها أصل في كتاب الله عز وجل وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها أصل عظيم يتوصل به إلى استخراج المجهولات. فقد حصلت في قصة يونس عليه السلام، قال تعالى فساهم فكان من المدحضين، يعني أقرع لما أشرفت السفينة على الهلاك أقرع من يلقون في البحر لأجل تخف السفينة، أو قالوا من هو المذنب، من هو المذنب ولا يعرفونه، فعملوا قرعة فوقعت على نبي الله يونس عليه السلام فألقي في البحر فساهم فكان من المدحضين، يعني عملوا القرعة. وفي قوله تعالى في قصة مريم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، لما مات أبوها وكان أبوها عالم بني إسرائيل فتنازعوا في كفالة هذه المولودة فعملوا القرعة فوقعت لزكريا عليه السلام فكفلها زكريا، هذه قرعة. النبي صلى الله عليه وسلم عملها حينما أراد أن يسافر أقرع بين نسائه فالتي خرجت عليها القرعة سافر بها، وهذا من العدل. نعم صلى الله عليكم. قال كمن طلق إحداهما بائنا ونسيها في الإقراع يعني. نعم قال إذا قال لامرأتيه إحداكما طالق طلقت المنوية وإلا من قرعت لها، كمن طلق إحداهما بائنا ونسيها. كمن طلق إحداهما طلاقا بائنا ونسيها، نسي أي امرأتيه تعمل القرعة. كمن طلق إحداهما بائنا ونسيها، يعني إذا طلق إحدى امرأتيه ونسيها سواء كان الطلاق بائنا أو غير بائن تعمل القرعة، يعني ما تختص القرعة في الطلاق البائن فقط إذا التبس، وإنما تشمل حتى الطلاق غير البائن. نعم. وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت ردت إليه، إذا تبين أن التي وقعت عليها القرعة غير المطلقة، يعني تذكر هو من هي المطلقة وصارت غير التي وقعت عليها القرعة، فإنها ترد إليه ويقع الطلاق على التي تبين أنها هي المطلقة ما لم تتزوج أو تكون القرعة بحكم حاكم، يعني في حالتين لا ترد عليه ولو تبين أنها غير المطلقة. الحالة الأولى إذا تزوجت فإنها تستمر في زواجها الثاني ولا ترجع إلى الأول، لأن الثاني صار له حق عليها فلا يزول بإقرار الأول، لأنه لا يقبل إقرار الإنسان على غيره، لا يقبل إقرار الإنسان على غيره. الحالة الثانية إذا كانت القرعة بحكم حاكم أجراها الحاكم وهو القاضي فوقعت عليها، فإنها لا ترد عليه ولو تذكر أن المطلقة هي غير التي وقعت عليها القرعة، فلا ترد إليه. لكن التي تذكر أنها هي المطلقة تطلق أيضا، لأنه اعترف بأنه مطلق لها، فتطلق التي عرف أنها هي المطلقة، تطلق الأولى بحكم الحاكم وتطلق الثانية بعلمها أنها المنوية. أي نعم، لأنه اعترف أنه طلق. وإن قال إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق، وإن كان حماما ففلانة، وجهل لم تطلقا. نعم، إذا رأى طائرا يطير فقال إن كان هذا الطائر غرابا فمريم طالق إحدى زوجتيه، نعم، وإن كان حمامة فزينب طالق، ولم يعلم الطائر راح، فإنه لا يطلق واحدة منهما. لاحتمال أن يكون الطائر غير حمامة وغير غراب، نعم، احتمال أن يكون طائرا من نوع آخر، والطلاق لا يقع بالشك لأن هذا طلاق مشكوك فيه. نعم.
وإن قال لزوجته وأجنبية اسمها هند إحداكما أو هند طالق طلقت امرأته. إذا قال لامرأته وامرأة أخرى اسمها هند إحداكما طالق فإنها تطلق امرأته، لأنه لا يملك إلا طلاق امرأته، فيقع الطلاق على امرأته. أو قال هند طالق يريد الأجنبية، فإنها تطلق امرأته لأنه لا يملك طلاق الأجنبية وإنما يملك طلاق امرأته. نعم. وإن قال أردت الأجنبية لم يقبل حكما إلا بقرينة. إن قال أردت الأجنبية ولم أريد زوجتي لم يقبل حكما، يعني عند القاضي، عملا بالظاهر. وأما إذا لم يترافع فإنهما يتركان، يتركان ودينهما وذمتهما. نعم. وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت الزوجة، وكذا عكسها. لو رأى امرأة تمشي في الشارع وظنها زوجته فقال أنت طالق، غضب عليها وقال أنت طالق، تبين أنها ما هي بزوجته، أن زوجته في البيت، تطلق زوجته، يقع الطلاق على زوجته. هذا واضح لأنه النية. نعم. خلاف الأول. لأنه تلفظ بالطلاق، والطلاق وين يروح؟ إلى زوجته. يروح إلى زوجته، ما يروح إلى أجنبية. أو بالعكس رأى امرأة في الشارع، رأى امرأة في الشارع فظنها أجنبية فقال أنت طالق، فتبينت أنها زوجته، فإنها تقع من باب أولى هذه. نعم. هي نعم. وأنا أعيد العبارة. قال وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت الزوجة. أي نعم. وكذا عكسها لمن ظنها زوجته فبانت غير زوجته، لأن الطلاق إنما ينصرف إلى زوجته في الحالتين، ولا يملك هو إلا طلاق زوجته. نعم. يبدو يا فضيلة الشيخ أن هذه القضايا في تقديرات ألفاظ الطلاق بحر لا ساحل له، يعني ممكن يقول أي شيء، إن قال كذا وإن قال كذا. نعم، هذه حلول لمشاكل قد تقع. هذا يسمى الفقه التقديري، وهذا من ثروة الفقه الإسلامي، أنه يقدرون أشياء لحاجة الناس، فإذا وقع شيء رجعوا إلى هذه القواعد أو التقديرات المقدرة فاستفادوا منها. ولكن لابد من عرضها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هذه ثروة فقهية. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: باب الرجعة. نعم، انتهى الطلاق بمسائله، ننتقل إلى ما يتعلق به وهو الرجعة. والرجعة مأخوذة من الرجوع وهو العود إلى الشيء، والمراد بها هنا إعادة المطلقة غير البائن، إعادة المطلقة غير البائن إلى عصمته ما دامت في العدة، ما دامت في العدة. إذن فيشترط للرجعة شروط: الأول أن يكون الطلاق غير بائن، طلاقا رجعيا، فإن كان طلاقا بائنا فليس له رجعة. الشرط الثاني أن تكون المرأة في العدة، تكون المرأة في العدة، قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. الشرط الثالث أن يكون الطلاق دون الثلاث، قوله تعالى: فإن طلقها، يعني الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإذا توافرت هذه الشروط صحت الرجعة، والرجعة يدل لها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب ففي قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث
بعد ذلك أمرا، فإذا بلغنا أجلهن يعني قاربنا نهاية العدة فأمسكوهن بمعروف، يعني هذه الرجعة، أمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. فأمر الله بطلاق السنة، وهو أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ويتركها في بيتها لا يخرجها من بيتها حتى تنتهي عدتها، فإن بدا له أثناء ذلك أن يراجعها فليراجعها، والشرع يرغبه في المراجعة، يرغبه في المراجعة، وإن لم يردها فإنه يتركها حتى تنقضي عدتها فتبين منه. وفي قوله تعالى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. والشاهد في قوله وبعولتهن أحق في بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، بعولتهن أي أزواجهن المطلقين طلاقا دون الثلاث أحق بردهن أي برجعتهن، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك يعني في العدة، في العدة وبعولتهن والمطلقات يعني أول الآية والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يعني ثلاث حيض أو ثلاثة أطهار على الخلاف، ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن يعني من حيض أو من ولد، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، ثم قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك يعني في العدة إن أرادوا إصلاحا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله هذا في القرآن. نعم. أما في السنة حديث ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لوالده عمر رضي الله عنه مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فأمره أن يراجعها. فهذا دليل من السنة على ثبوت الرجعة للمطلق إذا كانت طلقة رجعية غير باين. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على مشروعية الرجعة لا خلاف بينهم في ذلك، فإذا يدل عليها الكتاب والسنة والإجماع. نعم أحسن الله إليكم. قال ويشترط أيضا أن لا يكون يعني شرط الرابع للرجعة إضافة إلى الثلاثة السابقة، وهي أن لا يكون الطلاق قبل الدخول، فإن كان قبل الدخول فلا رجعة لأنها ليس لها عدة، والرجعة إنما تكون في العدة. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فإذا طلقها قبل الدخول أو الخلوة فإنه لا رجعة له عليها لعدم العدة التي هي محل للرجوع. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله من طلق بلا عوض زوجة مدخولا بها، من طلق بلا عوض، أما إذا أخذ عوضا فإنها تكون باينا ولو كان الطلاق دون الثلاث، ولو كان الطلاق دون الثلاث. نعم من طلق بلا عوض زوجة مدخولا بها، مدخولا بها يخرج للمرأة طلقت قبل الدخول، من طلقت قبل الدخول. نعم أو مخلوا بها، الخلوة تقوم مقام الدخول. نعم نعم قال زوجة مدخولا بها أو مخلوا بها، أو مخلوا بها من غير دخول
لأنه استباح منها بالخلوة أو بالدخول ما لا يباح إلا من الزوجة. نعم. دون ما له من العدد طلق بلا دون ما له من عدد الطلاق، فإن كانت الطلقات استوفت الثلاث فلا رجعة. قال فله رجعتها. إذن فيكون شروط الرجعة تؤخذ من هذه العبارات. أولا أن يكون الطلاق بعد الدخول أو الخلوة. نعم. فإن كان قبل الدخول فلا رجعة. ثانيا ألا يأخذ عوضا على الطلاق، فإن أخذ عوضا على الطلاق فإنها لا ترجع ولو كانت في العدة. ثالثا أن تكون الرجعة في أثناء العدة. رابعا أن لا يكون عدد الطلاق قد استنفد. هذه أربعة شروط. نعم. قال فله رجعتها في عدتها ولو كرهت. في عدتها هذا شرط، ولو كرهت لأن هذا حق له، لأن هذا حق له وليس لها فيه تدخل، لأنها زوجته، ما زالت زوجته ما دامت في العدة، فلا يشترط أن توافق على الرجعة. نعم. بلفظ راجعت امرأتي ونحوه، لا نكحتها ونحوه، تحصل الرجعة بأحد أمرين، إما باللفظ وإما بالفعل. اللفظ بأن يقول راجعت زوجتي أو استرجعتها أو أعدتها، لا بلفظ نكحتها، لا بلفظ نكحتها ونحوه من ألفاظ العقد، لأن الرجعة ليست عقدا وإنما هي استدامة للنكاح وليست عقدا. نعم. قال ويسن الإشهاد لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، والإشهاد سنة، هذا أمر إرشاد يكون للسنة وليس للوجوب. نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مله فليراجعها، ولم يقل وليشهد شاهدين. نعم. وهي زوجة له وعليها حكم الزوجات لكن لا قسم لها، يعني المطلقة الرجعية ما دامت في العدة فهي زوجة، لها مال الزوجات وعليها ما على الزوجات، والدليل على ذلك قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن، والمراد بالبعولة هنا المطلقين، فسماه بعلا وهو مطلق لكن طلاقه رجعي، فلا تزال زوجة له ما دامت في العدة، له أن يراجعها ولها أن تخدمه وأن تظهر زينتها عنده وأن تتجمل له، ويجب عليه تسكينها في مسكن، ويجب عليه الإنفاق عليها وكسوتها، فلها مال الزوجات إلا شيئا واحدا وهو القسم، فلا يقسم لها. نعم. العبارة وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات، كذا لها حقوق الزوجات من المسكن والكسوة. الله جل وعلا يقول لا تخرجوهن من بيوتهن، فلها المسكن ولها الكسوة ولها النفقة، هذا لها، وعليها ما على الزوجات من أن تطيعه وأن تتزين له وأن تخدمه وأن تتكشف عنده بما جرت العادة. نعم، كالزوجة لو نوت بتزينها الرجعة. طيب هذا طيب. نعم، هي ترغب في التزين والتجمل والتصنع لعله أن يندم ويراجعها. هذا باب أغلقه الشيطان أعوذ بالله على كثير من الزوجات، تغضب غضبة مضارية وتخرج عنه ولا تريد أن يعود. أول كونه يخرجها من بيتي هذا خلاف الشرع، قال تعالى ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة، يعني شيء يسبب إخراجها، أما إذا كانت سيرتها حسنة وعشرتها طيبة فحرام إخراجها من بيتها حتى تنتهي عدتها. وثانيا هي أيضا كما ذكرت أنها تغضب وتتمنع منه وتعمل أشياء
قد تنفره من الرجعة. نعم. والشارع يحثها على أن ترغبه في نفسها بأن تخالطه وتتجمل له وتتعرض له، أما أنها تغضب وتعمل أشياء تنفره منها فهذا خلاف ما شرع الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.